السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. وطبعا في البداية بشكر حضراتكم جدا 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 على الترحيب الجميل اللي أنا يعني الحقيقة استشعرت بيه كده حاجات لطيفة جدا ومشاعر راقية جدا من حضراتكم. حبيت أنوه النهاردة، وإحنا فرصة إن إحنا النهاردة من الأيام اللي فيها المواعيد اللي هتتجدد بقى إن شاء الله، يعني آخر يوم في هيبقى لينا مواعيد تانية. المواعيد التانية دي هتكون ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله، ابتداء من الساعة 1 الظهر الاثنين، والإعادة هتكون الساعة 6 إن شاء الله. هنبقى معاكم يوميا طول أيام الأسبوع، لكن يوم الجمعة ده هيكون خاص بحضراتكم فقط. يعني ده بناء على طلب حضراتكم، لأن زي ما بيجي لي كده على الصفحة طلبات إنه في حاجات إحنا عملناها قبل كده، في بعض مشاهدينا ما كانوش اتوفقوا إن هم يحضروها معانا أو يشوفوها، فإحنا هنعمل يوم الجمعة ده بناء على رغبة حضراتكم. فيها حلقة مجمعة فيها كل الطلبات من حلقة هنا وحلقة هنا، يعني إحنا هناخد الطلبات وهنجمعهم، يطلعوا بقى من حلقة واحدة يطلعوا من أكتر من حلقة، دي علشان خاطر نرضي حضراتكم طبعا، لأن أنا حاولت أن أنا يعني أبذل قصارى جهدي بجد. كمان أنا مش هقدر أن أنا أعيد شوية وصفات إحنا عملناهم في الوقت الحالي ولسه عاملينهم قريب، فاسمحوا لي إحنا هنحاول يعني إيه نحل المشكلة الصغيرة دي علشان تبقوا دايما راضيين ومبسوطين. طيب أبدأ بقى أذكر حضراتكم صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي ما زالت زي ما هي. احنا من خلال المطبخ عظيمة بنعمل وصفات اللي بنعملها من خلال حلقتنا، بنعرضها على مطبخ عظيمة اللي هي الصفحة بتاعتنا، بتنزل فيها الوصفات متقطعة، يعني كل وصفة على حدة عشان ما تتعبوش انكم تتفرجوا على الحلقة كاملة. وكمان بناء على رغبة حضراتكم بننزل لينك الحلقة كامل، وده برضو علشان اللي حابين يحتفظوا بالحلقة كاملة من خلال التهنئات او من خلال يكون معنا مداخلات او كمان يعني مداخلات تليفونية، سواء حتى ضيوف معانا تقدروا ترجعوا لها في أي وقت في الأرشيف. طيب هنقول بسم الله. احنا النهاردة هنعمل اللبنة، نوعين من اللبنة، اللبنة اللي هنعملها من مثلا اللبن البودر، ودي سهلة جدا وبسيطة ونقدر نعملها في البيت. انا عارفة ان اللبنات دلوقتي في السوبر ماركت يعني ايه في منها انواع، طبعا في تركي وفي مصري في انواع كده ايه، لكن في النهاية هي غالية جدا، وفي النهاية احنا نشتريها من السوبر ماركت كمية صغيرة جدا، ما اعتقدش انها تفي بالغرض الا زي احنا عايزين حاجة صغيرة قوي، لكن نقدر نعملها في البيت بشكل احسن وبكمية اكبر. ونقدر نعملها من حاجتين، نعملها من اللبن الباودر اللي مش عايز يستخدم اللبن الجاموسي او اللبن البقري مفيش مشكلة، وهنعملها كمان من اللبن الزبادي. هقول طريقة الزبادي وانا شغالة كده لحد ما هنعمل يوم الزبادي اللي اتفقنا عليه، وهيبقى فيه زبادي بالفواكه وحاجات خاصة بالاطفال، نكهات مختلفة علشان يبقى يوم خاص بالزبادي بس. فهنعمل اللبنة من الزبادي نفسه، وهنعمل لبنة اللبن الباودر، هنعمل نطلع من اللبنة بتاعتنا الشنكليش اللي بيتعمل في الشنكليش الفلسطيني اللي بيتحط في حبة البركة، بيتعمل بالزعتر ويتحط في زيت الزيتون، وده برضو من الحاجات الغالية جدا بتتباع يعني برا، بتبقى ليها أسعار غالية شوية لكن نقدر نعملها في البيت. عندي كده بسكوت لطيف، وده برضو بناء على طلب حضراتكم هنبدأ نعمل بسكوتات بس حادقة شوية، يعني أنا عايزة أبعد شوية عن الحلو، لكن هنبدأ ناخد بسكوتات حادقة بما اننا اليوم النهاردة في حوادق، فنقدر ناخد البسكوت الحادق ده نعمله النهاردة، نعمل بسكوت لطيف كده وخفيف بالزعتر. ان شاء الله يعني مكوناته تعجب حضراتكم. خلينا الاول نقول بسم الله ونبدأ اول حاجة في اللبنة اللي بالزبادي، هي بسيطة وسهلة جدا، كل الحاجة اللي انا محتاجاها فيها ان انا اكون عاملة زبادي بكمية كويسة. طيب خليني اقول مقاديرها، هي لو انا هستخدم 2 كيلو لبن زبادي، يعني الزبادي ده عندي كمية، هقول عليهم مثلا معلقتين صغيرين من الملح، 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وده بعدين لما اجي اقدمها، نص معلقه صغيره من النعناع الناعم، دي برضو لما اجي اقدمها، لكن انا دلوقتي هاسس اساس اللبنه الزبادي. خليني الاول اقول لكم احنا طبعا عملنا الزبادي قبل كده، لكن انا هقول مقاديره وانا مع حضراتكم ايه هي مكونات الزبادي. هقول تاني مقادير اللبنة وبعدين نرجع نقول الزبادي. كيلو لبن زبادي يعني كيلو من الزبادي عليه معلقتين صغيرين ملح، دي اللبنة هتبلهم بيها وهسيبهم تصفي ميتهم لحد ما تبقى لبنة متماسكة، بعد كده هروح حط عليها معلقتين زيت زيتون ونص معلقة بقى من نعناع من زعتر من ريحان اللي يعجب حضراتكم. طيب هقول بقى مقادير الزبادي كده لما ترجعولي. الزبادي الكيلو اللبن عليه كوباية واحدة زبادي، مش كوباية من بتاعتنا اللي احنا بنشرب فيها، لا كوباية يعني علبة، علبة زبادي لحوالي 80 جرام. لو انا هستخدم اللبن من المحفوظ اللي هو في العلب او في الاكياس، يبقى انا هاخده مش هغليه،
هو اصلا مبستر ومغلي وتمام ومعقم، فانا هاخده من الرف من السوبر ماركت على الخلاط، احطه واحط عليه علبه الزبادي واضربه كويس جدا في الخلاط لحد ما يعمل فوم كده، وابدا اصبه في كوبايات ازاز، اطباق فخارات صغيره، وبعدين ابدا لو انا ما عنديش مكنه الزبادي، طبعا لو عندي المكنه هحطه في الكابس بتاعتها وهشغل المكنه بتاعتي. طب لو انا مش عندي هحطه في الكوبايات او الفخارات واحطه في صينيه كبيره، والصينيه دي هامله فيها حمام ميه سخنه لنص الفخاره كده، هغطي الصينيه بفويل او اغطي الكوبايات، وبعدين اخدها ادخلها الفرن. الفرن هدفيه مفيش خمس دقايق واطفي الفرن وادخلها للفرن تبات من بالليل للصبح، يعني هو ياخد له من ست ساعات تقريبا، يعني ست ساعات هيبقى كويس جدا. عايزه اقول لكم ان تماسك اللبن العلب مختلف عن تماسك اللبن الجاموسي والزبادي البلدي. طبعا الزبادي البلدي يكسب، لانه احنا بس لو هنستخدم زبادي بلدي لازم اشيل الوش بتاعه خلاص. فانا الزبادي البلدي هضربه بنفس الطريقه، بس اللبن لازم اغليه، ولازم لما اغليه يوصل لدرجه حراره 42، يعني تبقى فتره حاجه كده زي دمعه العين زي ما بيقول، وبعدين هخلطهم مع بعض، وممكن اضربه بويسك عادي جدا وابدا اعمله بنفس الطريقه. خلينا بقى نقول بسم الله. انا عندي هنا زبادي اوريدي، احنا هنعتبر ان احنا عملنا الزبادي وان احنا هنبدا نشيل الزبادي ده ونعمله. عندي بقى حاجه اسمها الشاش اللي احنا بنحط فيه، او الطل، في ناس بتستخدم الطل ساعات، اي حاجه قطن ليها بس مسام كده تبدا تطلع اللي هي السوائل اللي هتتحط هتنزل من الزبادي، عشان انا لازم اصفي الميه اللي جوه الزبادي دي. فانا هعمل كده، خليني بقى احط هنا كده، وبعدين اخد كده الزبادي. بسم الله، خليني اخد معلقه مفيش مشكله. بسم الله، وهنزل الزبادي في الشاشه دي خلاص ده. طيب حاضر، ده نوسع كده كمان عشان حضراتكم تشوفوني احسن كده كويس. اوكي اهو، هنزل بقى كميه الزبادي كلها كده، وبعدين همسك بقى الشاشه زي السره، عارفين زي ايه السره كده، سره الفلوس، حاجه مبهجه يعني الواحد يتمثل بحاجه حلوه كده اهو، وهمسك كده. خلوا بالكم كل ما هتصفى الميه بتاعتها كل ما هتخس، يعني احنا لو ربطينها هنا عندها بالظبط، اما هتيجوا تفكوها هتلاقوها نزلت لتحت شويه وبقت الرابطه كانها لفوق، ده عشان هي خست خلاص اوريدي في الميه بتاعتها. طيب هي دي كبيره شويه على كميه الزبادي، بس احنا هنربطها برده كده. حاضر بس كده، ده هنربط بقى كده كاني بربط سره بالظبط، مفيش مشكله خالص. وبعدين عندي بقى اي شفشق، حاجه عاليه اعلق بيها بس السره دي. بصوا بقى كده، بصوا الميه بدات بقى تنزل اهي في ال، انا عايزه دي تتصفى بقى خلاص تبدا، بس انا مش هضغط عليها، انا هسيبها ليله من بالليل لتاني يوم الصبح، يعني مش اقل من 12 ساعه. معانا ام حماده، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا عظيمه؟ ازيك يا ام حماده حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا عظيمه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه وازاي صحتك؟ تسلم ايدك الحمد لله، تسلم ايدك على الرقاق. تسلم يا حبيبه قلبي، عجبك؟ جميل، تسلم ايدك وعينيكي. تسلم يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب، يسلم ذوقك. ربنا يخليك، منوره البيوت كلها والله. حبيبه قلبي تسلمي، منوره بيك وباصحابها والله. تسلمي. الله يخليكي، ممكن ابعت تهنئه؟ طبعا حبيبتي اتفضلي. الحاجه هدى. ايوه. من بورسعيد وجوزها محمد رضوان. يا اهلا وسهلا بيهم. من بورسعيد دول بعتها، انا هبعتهم التهنئه ووصليهم التهنئه دي. نوصل لهم التهنئه من خلال برنامج مطبخ عظيمه، ونقول لهم دي تهنئه جايه لكم من ام حماده رمضان من اسكندريه لبورسعيد مباشره. الله يخليك. احسن ناس يا حبيبي. سلام يا حبيبه قلبي. انت اغلى الناس عندي والله العظيم. ربنا يخليكي ليا وما يحرمني منك ولا من زوجك. سلام. القبل عندك كله والقاعدين كله كله كله. حاضر يا حبيبه قلبي، سلميني، متشكره لذوق حضرتك جدا، شرفتيني يا حبيبتي. طيب بصوا بقى، هاخد كده، انا عايزه بقى زي ده كده شفشه يكون اعلقه كده اهي، حطيت المعلقه بس عشان اعرف اثبتها فوق كده واسيبها بقى.
لو طبعا هي استحاله الميه هتعلى ان الكميه صغيره، تعلى زياده قوي، فكل ما تيجي تبدا تعلى واحس انها تقرب للشاشه لازم اصفيها وابدا ابعدها عن الشاشه. هشيل بقى شويه دول وبعدين نبدا نفك بقى اللي احنا عاملينها دي. طبعا الشاش ده ما ترموهوش، احنا دلوقتي لو اشترينا حتى عشان نبدا نعمله او يبقى عندنا، فانا بعد ما بخلص باخده اغسله واطهره واعقمه واشيله في اكياس واحطه في درج المطبخ او في حته يعني نظيفه واستخدمه تاني لما اجي اعمل تاني. طيب بسم الله اوريكم بقى ايه. بسم الله بصوا بقى يا سيدي اهي دي اللبنه، احط ده هنا، شايفين شكلها جميلة ازاي؟ مالها يعني؟ هي انا يعني مع الحاجات اللي في البيت جدا جدا جدا. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل من اللبنة بتاعت الزبادي دي شوية شنكليش واقدمها كلبنة للي حابب ياكلها كده يعني، ويغمسها مع شوية عيش مقرمش. فانا لو عندي كده برطمان مثلا يعني هقدم فيه الشنكليش، طبعا لازم يكون حاجة برطمان نظيف، وابدا بقى ايه احط فيه الكور دي، بتبقى لطيفه جدا كمان بيبقى عندنا ضيوف، ويا سلام بقى لو الضيوف دول كمان ناس يعني شوام او كده بيفرق معاهم قوي الحقيقه الفكره دي جدا. طيب بصوا بقى احنا هننزل بالمقادير تاني، ننزل بالمقادير. طيب ننزل تاني بالمقادير، نقول تاني كيلو من اللبن الزبادي، معلقتين صغيرين من الملح، ثلاث معالق كبار دول زيت زيتون، ونص معلقة صغيرة نعناع ناعم أو ريحان أو زعتر اللي يعجب حضراتكم. طيب شفشة ده هيموتني. طيب نقول تاني، احنا كيلو من اللبن الزبادي ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، وعندنا معلقتين ملح، طبعا الملح ده اختياري، معلقتين أو ثلاثة زيت زيتون ده على حسب ما حضراتكم حابين تحطوا، وبعدين كده عندنا نعناع جاف أو زعتر جاف أو بردقوش اللي يعجب حضرتك. طيب انا هاخد كده شويه من اللبنه دي هكورها كده كور، خليني الاول ايه اخد اهي جميل كده. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا حبيبه قلبي. حبيبه قلبي زي حضرتك يا مدام سميره؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا كويسه زي حضرتك يا حبيبتي. الحمد لله، تسلم ايدك على اللبنه كمان. تسلم. انا عايزه اقول لك ان الجبنه تجنن بجد والله، عجبتك يعني؟ انا بقول لك انا تسلم ايدك انت. الله يخليك، ما باكلهاش دلوقتي، باكلها ما شاء الله ما شاء الله. بصي حاجه نظيفه وحاجه انت عاملاها دي القريش يا مدام سهام، يا مدام سميره صح؟ طب الحمد لله. جبنه القريش حلوه جدا يا حبيبه قلبي، الحمد لله وصحه وهنا على قلبي. تاني لسه عامله تاني جبنه. الله 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 الله، ده كلام كبير جدا. الاولانيين خلصوا، ما شاء الله خلصت وعملت تاني ما شاء الله، صحه وهنا على قلبكم والله، صحه وهنا. الله يخليك. بس عايزه اقول لك يا حبيبتي، قولي لي بالنسبه للزيتون قلتي لي ان الاسود ثلاث ايام في الملح. هينزل ميه كده. هنصفي الميه، هنصفيها مش نرميها، هنرميها خالص وهنشطفها ونعمله التخليل العادي بتاعه خالص. بس خلاص. تحطي ميه، ميه وملح وخل، بس الملح هيبقى اقل النسبه لان هو شرب. هتلاقي نفس الزيتونه خلاص استوعبت. فاحنا مش الملح ده بقى لازم ندوق الميه، انت حابه ملح لحد قد فين واستوب على كده. لكن هو كده التخليل المظبوط للزيتون الاسود الحقيقه يعني. وهيبقى مظبوط ملحه، مش هيبقى مملح جدا، وهينزل كل اللي فيه بالمراره. اول ما نحط له الملح ويسرد الميه بتاعته في خلال الثلاث ايام تلاقي البرطمان اتملى نص ميه. منين جت؟ هو من تفاعل الملح معاه كده. طيب هاخد بقى هنا كده شويه من اللبنه الجميله دي. انا بقى عايزه احط شويه هنا في الزعتر عشان يبقى عندي ده وده. حاضر حاضر، بس انا اوريدي بعمل. كده خليني احط واحده كمان وبعدين امسح. ايدي حاضر كده، واخر واحده والباقيه دي هنعملها كده في طبق جميل. بصوا بقى لبنه فريش، انتوا متخيلين اصلا اللبنه اللي احنا بنشتريها من بره والله العظيم كور، اقول لكم يعني اللي بره في العلب خلاص احنا عارفينها، لكن اللي بقى ممكن نكون رايحين مكان مثلا بره في مكان وبناكل في
في بوفيه وفي مثلا اجبال كور بينج بونج بالظبط حقيقه يعني، وانا لمست ده بنفسي ما بقتش مصدقه يعني، فعلا ما كنتش مصدقه. طيب هنبدا بقى ايه، هضيف زيت زيتون، هغرق، انا هملى بقى المفروض البرطمان ده على حسب الكميه اللي انا عايزاها، فطبعا احنا هنعمل كميه زبادي كبيره بما اننا هنقف بقى ونعمل شويه شنكليش وحركات، فخليني اعمل كميه كويسه وبعدين ابدا اغطي بزيت الزيتون. انا دلوقتي اهو هغطيها بزيت الزيتون، امسح بس ايه كويس، هاخد بقى زيت الزيتون الجميل ده، بسم الله هبدا كده ننزل كميه زيت الزيتون، خليني افتح ده ممكن يبقى اسرع شويه، ننزل كده. هو ما بيتعملش غير في زيت الزيتون، احط شويه لحد ما يغطوه بس، بس كده على قد شويه اللي انا حطاهم. بصوا بقى الجمال. طيب عندي ساي قرنين فلفل عايزه احطهم كده. ميرسي والله جدا، اشكر حضراتكم جدا والله في الكنترول يعني، تحيه لحضراتكم يعني. طيب ادي شويه حبه البركه اهو، بصوا بقى طعم زيت الزيتون اصلا لما هيشرب من حبه البركه دي مش قادره اقول لكم طعمها هيبقى عامل ازاي. هقفل بقى كده، الكور دي هتفضل محفوظه جوه زيت الزيتون بالجمال ده. حابين بقى كل واحد كراهايه كده مع شويه عيش مقرمش، شويه عيش سن، ايه اللي يعجب حضراتكم. اه طيب معانا ام احلام، يا اهلا وسهلا. لا انا احلام. اهلا وسهلا، اهلا بيكي حبيبتي. ازيك يا عظيم؟ الحمد لله مدام احلام حبيبتي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا حبيبتي؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. وحشتينا والله. تسلم ايديك يا جميل. تسلم يا حبيبه قلبي، تسلم والله. تسلم ايديك، يا ايه الحاجات الحلوه دي بس. ربنا يخليكي ليا والله، يا عيونك حلوه يا مدام احلام. معانا يا حبيبتي. يا خبر ما تقوليش كده، تعبكوا راحه، انا عيوني ليكوا والله. زي اسرتك يا عظيم، الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك. البرنامج وشمس حبيبتي يسلموا على حضرتك كلهم، الله يخليهم ويبارك لهم كده، وربنا يبارك لك ويحبب فيك خلقه يا حبيبتي. امين يا رب العالمين، الله يخليك، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك. انا بقى عايزه البريوش برضو ايمنك عليه. خلاص احنا الاسبوع الجاي، خلاص انا طبعا انا اقدر. اه والجرانولا برضو. الجرانولا حاضر من عيوني. اه لان نفسنا كده فيها، اصل انا شويه يعني بحب الحاجات دي شويه. يا حبيبه قلبي من عيوني. عشان بتلاقيني بميل للحاجات الحلويات شويه. يا حبيبتي تأمري من عينيا. الله يخليك يا حبيبتي. عيني. الله يخليك. سلامي للجميع يا حبيبتي. تسلمي لي مدام احلام، وتحياتي بنوتك الجميله والمرات ابنك الجميله. اشكرك حبيبتي اسعدتيني. طيب هحط بقى هنا، بصوا بقى شويه كده من هنا كده زعتر. دي بقى اللي عايز يغمس كده شويه كده، حبه البركه وشويه بابريكا. طيب وبعدين شويه من زيت الزيتون، خليني اخد من دي عشان محكوم اكتر ما اوسخش ايديا. عندي بقى شويه فلفل حلوين، شويه طماطم، انا يعني اي حاجه. بعدين هحط كده بقى شويه كده ايه العيش المحمص الجميل ده هنا، مقرمش بقى ننقنق كده تبقى يعني ايه لطيفه وخفيفه، كفايه ان هي حاجه بيتي ونظيفه ضامنين مصدرها وصحه وهنا على قلب حضراتكم. ده الطبق مش هلمسه بقى، هسيبه لحد ما تشوفوه. كده طريقتين عملنا منها الشانكاليش، عملنا اللبنه اللي هي دي من الزبادي. احنا كده اتفقنا ان اللبنه دي من الزبادي اللي احنا عملناه، وهنعمل ان شاء الله حلقه للزبادي. حاضر هقدم بقى هنا ده كده، وبعدين هحط كمان البرطمان الجميل اللي احنا عملناه من الشانكاليش ده هنا. وخليني ابدا بقى اقول لحضراتكم هنعمل اللبنه الكريمي من اللبن البودره. يعني لو انا ما عنديش لبن هعملها بلبن البودره ازاي، اقول لحضراتكم ونزل المقادير. طيب نقول بسم الله، اللبنه بقى من اللبن البودره هنعمل ايه. عندي لتر ميه، لتر ميه هحط عليه 300 جرام لبن، يعني يا ربع، من ربع كيلو ل 300 جرام على حسب. علبه زبادي واحده اللي هي 80 جرام، لو الزبادي هستخدمه بلدي هشيل الوش بتاعه. طيب معلقه واحده ملح، بس الملح دي انا مش هحط الا بعد ما تمسك، بعد ما تمسك. بعد كده عندي زيت زيتون وحبه البركه، زيت زيتون وحبه البركه. طيب هقول تاني، الاساس في اللبنه دي ثلاث حاجات عشان اعملها: لتر الميه،
ال 250 جرام لبن بودرة او 300 جرام، علبة الزبادي، دول اساسها. بعد كده الملح وزيت الزيتون وحبة البركة او اي حاجة انا حابة اضيفها، دي اختيارية برضو. دي نوع من انواع اللبنات اللي قريبة شوية للاجبان اللي هي في الكوبايات. نقول تاني مقاديرها، لتر من المية، 250 جرام لبن بودرة ل 300 جرام، ومعلقة من الملح وزيت زيتون وحبة البركة. دي شوية كريمية، وممكن اضيف لها كمان شوية اجبان، يعني قطعة كده من الجبنة لو عندي الجوطة تشيز او جبنة الماعز. نرجع بقى، تعالوا اتفضلوا، يا اهلا وسهلا والله. طيب هاخد انا كده ايه، بصوا بسم الله، هبدأ احط كده لتر المية، ده نص لتر. هعاير بقى فين الجاج بتاعي اهو، احط كمان، يبقى نص كمان، يبقى كده لتر مية. خلاص هحط على اللتر ده، دول متعايرين من 250 جرام ل 300 جرام لبن بودرة على البارد الأول. بسم الله هدوبهم الأول، يبقى زي اللبن العادي اهو. بسم الله. ده معانا مدام روحية، يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيف عظيمة؟ اهلا بحضرتك يا مدام روحية. انت عظيمة عظيمة فعلا، ربنا ما يحرمني من حضرتك ابدا. تعيش يا حبيبتي وتسلم ايدك. تسلم يا رب، حلوه جدا. تسلم. انا على فكره جربت امبارح، كنت سالتك عليها، انا بنسى دايما شغال عندي. على ايه يا شمس؟ على ايه يا شموسه؟ على الشوفان. على الشوفان. على الشوفان. جربته في الكيك، ده في كب كيك جميل جدا. والله روعه، لو حضرتك تجربيه في كل الوصفات هيعجبك جدا، وانا اوعدك هعمل لك حاجات الاسبوع الجاي بالشوفان. ربنا يخليك. انا عايزه منك بقى ايه؟ عجينه السمبوسه. من عيوني حالا. تسلم عيوني. عيوني واقولها لك دلوقتي ونعملها لك كمان. ربنا يخليك يا امور يا رب. تسلمي لي مدام روحيه، شرفتيني حبيبه قلبي. اتفضلي يا فندم، شرفتيني. طيب بصوا بقى، انا دلوقتي بدفيه، انا مش عايزاه يسخن، خليني اجرب. كده هو خلاص، يعني الدرجه اللي انا عايزاها اللي هي ازيد من حراره جسمي. طيب ازيد من حراره جسمي شويه، احطه كده في جنب وهجهز الزبادي. انا عندي دلوقتي كوبايه زبادي، يعني علبه زبادي 80 جرام، هتاخد حوالي ادي 1 2 3 معالق، هما الثلاث معالق دول العلبه فعلا، يعني الكبار المليانين. خلاص وهدوبهم كويس جدا اهو، هدوبهم كويس جدا لما يدوبوا خالص جوه اللبن، يبقوا خليط واحد. يبقى انا حطيت ايه، لتر ميه، حوالي 300 جرام من اللبن البودره، وبعدين عملت عليهم كوبايه الزبادي او علبه الزبادي 80 جرام. عملت ايه، دفيت اللبن بس، حطيته اكتر من حراره جسمي، انا حطيت صباعي حاسه ان هو ادفى من جسمي سنه بس خلاص. وبعدين هاخده كده هروح بقى مغطياه، هغطيه وادخله الفرن، مش هسخنه طبعا، الفرن يبات ليله لتاني يوم. هيطلع ليه قوام كده ماسك شويه، هوريه لكم برده هنا، بس اقدر اضيف عليه اي نوع من الجبنه غير عادي. عايزه اوريكم القوام، بسم الله، هيبقى كده. بصوا تعالوا بقى قربوا بعد اذنكم، جايين لي، اتفضلوا. هيبقى كده كريمي، بصوا فيها كده ايه سنه، اقدر بقى احط لها قطع كمان من الجبنه، اي بقى نوع جبنه انا عايزه احطه، فيتا، يا سلام لو الجبنه بتاعت الماعز، جوزه تشيز دي لو لقيناها هي في بديل ليها قشقوان. بصوا مش قادره اقول لكم، رائعه. نقدر بقى ناخد دي تتعمل زي الكوبايات، زي الجبنه الكوبايات، زي الجبنه الكوبايات، بس هضيف لها نوع جبنه غني شويه، يا اما جبنه الماعز، هي طبعا غاليه شويه لو مش موجوده، يا اما قشقوان، يا اما اي جبنه فيتا او جبنه يعني ما فيهاش ملح قوي، فتبقى مدياني الطعم ده، لان انا اوريدي اللبن الباودر ليه طعم خاص، فبيدي طعم الكوبايات بالظبط. فاحنا كده يعني ايه ظبطناها تمام. خليني احط برده قطعه الجبنه اللي عندي دي، وهبدا بقى ايه اشتغل بيها بالويسك التاني، وممكن اخد ويسك هنا من هنا سلك كده، وبعدين تتحط بقى، تتاخد زي الكريمي كده، زي الكريمه، وتدخل بقى التلاجه تمسك نفسها شويه، هتبقى خليطها حلو.
دي برضو حاجة لطيفة جدا. مع خلطة اي نوع جبنة انتوا حابينه، بس المهم الطعم هيبقى طعم الكوبايات بتاعت بره بالظبط، ماركات يعني الماركة اللي احنا عارفينها، الحاجة الحلوة يعني. طيب كمية بقى الجبنة ترجع يعني تبقى زايدة عن دي طبعا شوية لحد ما تديها القوام اللي يعني ماسك نفسه شوية زي اللبنة كده. خلاص دي واحدة. خلينا بقى نرجع نقول ايه، نعمل البسكوت تدخل بقى التلاجة. انا كده هي بره ما دخلتش التلاجة خالص، يعني انا جبتها سايباها بره لحد ما جبتها، ما دخلتهاش التلاجة ولا لحقت تاخد وقتها. خلاص انزل بقى كده. ممكن بقى تدخل تمسك نفسها شويه مفيش مشكله، وبعدين احطها بقى في كوبايات واقفلها واغلفها واخليها في التلاجة كده تبقى حاجه كريمي على التوست على العيش مفيش مشكله خالص. طيب هنبدا بقى. طيب اوكي ناخد فاصل مشاهدينا الكرام، اسمحوا نطلع فاصل نرجع بعد الفاصل نعمل بسكويت الحادق بالظبط. فاصل ومستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. احنا يعني هنبدا نشتغل في بسكوت المملح اللي هنعمله دلوقتي بالزعتر، وبسكوت لطيف وجميل وينفع برضو للولاد. فخلينا نقول مقاديره. المقادير عندي ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الزبده، وممكن نخليه زيت بس مفيش مشكله، يبقى نص كوبايه زيت او نص كوبايه زبده. عندي 3 كوبايات من الدقيق و3 ارباع كوبايه ميه فتره، على حسب برضو نوع الدقيق ممكن تبقى من 3 ارباع لكوبايه. طيب 3 معالق صغيرين من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح. الملح الحبيبات ده انا مش هاخد ربع كوباية، هاخد منه شوية على وش العجين يعني اديله كده الطعم الكريسبي ده، لكن مش ربع كوباية ما تحددوهاش، خلينا ملح حبيبات ده يعني رشة كده. ربع كوب زعتر بري، احنا هنحط حوالي ربع كوباية يعني حوالي 3 معالق كبار زعتر مع العجينة. هنقول تاني المقادير: ربع كوبايه زيت نباتي، ربع كوبايه زبده، ممكن يبقى المقدار كله زبده او المقدار كله زيت، نبقى 3 كوبايات من الدقيق عليهم 3 ارباع كوبايه ميه فتره، ممكن تبقى 3 ارباع او كوبايه على حسب نوع الدقيق، 3 معالق صغيرين من الخميره الفوريه، معلقه صغيره سكر، معلقه كبيره من الملح، رشه من الملح الحبيبات، وربع كوبايه من الزعتر البري حوالي 3 معالق كبار. خلاص هنعمل بقى اول حاجه، هنحط كده الدقيق. هو طبعا فكرته انه بياخد شويه تخمير بسيطه، بس انا مجهزه طبعا عجينه قبل، لكن خلوني كده اخلطه هنا. هحط هنا كده بسم الله في العجان ده الدقيق، هحط عليه الخميره، وبعدين السكر، ده الملح وده السكر، هحط السكر اخر حاجه، دي معلقه صغيره من السكر، وهاخد شويه من الزعتر الجميل ده. في عندي تاني حطهم هنا جوه العجين، وبعدين هاخد الملح، وادي الزيت، بس ممكن يبقى زيت زيتون او زيت نباتي، وممكن تبقى الكميه كلها زيت براحتكم، بيبقى مقرمش اكتر بس ما نكترش يعني نعاير بالمعايير. ودي زبده بس بتدي تيست او طعم، فانا حبيت اعمل ميكس بس بين الطعم وبين الزيت وبين الزبده. بسم الله انزل كده، خليني اخلط اوصل بس كده الفيشه، وبعدين نقول بسم الله، نخلط كده المكونات ويبقى الزيت الاول مع الزبده زي ما بيقولوا بندس بيه الدقيق، يعني يبدا يبقى زي رمل البحر كده، واخلي اخر حاجه الميه ده هنا. هنا الميه فتره، خليني اخد من هنا ميه فتره،
الله بسم الله. دي مش سخنة المية فترة، بلمس الكاتل عادي اهو. اوكي اوكي سنة كمان بس. طبعا المية السخنة بتموت العجينة، احنا متفقين. خليني بس قبل ما اخلط اجس ملمس العجينة. لأ الملمس حلو. هضربها مرة كمان، انا مش عايزاها تلزق في ايدي وهسيبها شوية تخمر. نقطة مية. عايزين تدعموا الطعم ممكن تحطوا معلقة من اللبن الباودر بس تدعيم طعم، لكن هو ممكن تستغنوا عنها عادي. تمام هرفع بقى كده اوريكم كده الايه العجينة اهي، هتبقى كده. دي لو انا حطيت كمية الزعتر كلها فيها. طبعا الطبيعي ان انا اخدمها بس شوية اطريها، وممكن تطرى عن كده كمان، بس انا عايزاه يبقى بسكوت مقرمش، فانا مش عايزة اطري العجينة قوي، انا مش عايزاها تطلع في الخبز طرية، عايزاها تطلع يعني ايه وسط. خلاص ده بعدين احطها بقى في العجان. بصوا بقى الزعتر اداها اللون حلو ازاي، ولسه بقى هنحط عليها الملح، هسيبها شوية. انا عاملة واحدة تانية بس انا الحقيقة عشان الوقت، دي بعد ما بتنفش دي انا ما اضفتش الزعتر للعجينة عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، دي الزعتر ما اضاف لهاش. ده الفرق بين الاتنين. عندي شوية دقيق، ادي نشابة اعتقد اهي. خليني بقى ايه، ممكن بقى نلعب في البسكوت ده براحتنا جدا، نعمله بقى بالبابريكا، نعمله بالبردقوش، نعمله بأي حاجة. خليني كده بس الأول كده وبعدين نبدأ نفرد ونشكل الأشكال. بس أنا عايزة إيه امسكه شوية عشان كده انا قلت لحضراتكم ما تخلوش العجينة توصل انها تبقى لينة قوي، عايزينها تبقى ماسكة نفسها كده. انا زي اللي انا عاملاها بالظبط، اوريكم الفرق برضو عشان تشوفوا الفرق كده. كده طبعا المتماسكه هتبقى احلى، وبرده دي لطيفه هتطلع قوامها زي اللي انا عاملاه ده، بس لو انتوا حابينها بقى كريسبي اكتر يبقى احنا هنسيبها ناشفه مش هنزود لها الميه، تبقى لينه جدا. خلاص هي مثلا بالدواير كده هشكلها الاشكال بقى اللي احنا عايزينها، وعندي ورق زبده دي ساده، هحط بقى على الوش رشه من الزعتر مفيش مشكله خالص. عايزه اعمل بالنجمه مثلا، الاشكال بقى اللي تعجب حضراتكم، قلوب يعني الولاد بقى في الحاجات دي مبدعين جدا. خليني اجيب الصاج علي ورق زبده، هبدا اضيف وحدات البسكوت. اشكال بقى مختلفه واخد كده النجوم مثلا. ممكن بقى نبدا بعد كده في بسكوتات بتبقى القوام بتاعها اجمد شويه في العجينه، نقدر نقطعها تبقى زي المربعات والسامبوكسات
هتبقى لطيفة جدا برضو. هاخد بقى من النجوم هنا شوية. هو عموما مش هينفش لان ده خلاص خمرت واخدت وقتها في الخمر، هي ما بتاخدش وقت في التخمير حوالي مثلا نص ساعة. ممكن بقى اقلب دي كده واحط مع دي مثلا بلدي، احط شويه من حبه البركه في العجينه، هتبقى البسكوت نصه بحبه البركه ونصه بال، حاضر حط كده شويه حبه البركه اهو، نقفل وهنا كمان نقفل ونبدا بقى كده، فيبدا يبقى في حبه البركه في العجينه، تدي طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا للبسكوت. وابدأ افرد تاني وارش تاني على العجينة دي برضو حاجة من الحاجات اللطيفة، يعني التغيير في ايدينا، احنا نقدر نعمل بالزعتر، نقدر نعمل بحبة البركة، اي بقى نوع حضراتكم بتحبوه هيبقى برضو لطيف. ارفع الصاج من هنا كده كده، خليني ايه، خلاص تمام. نبدا نقطع تاني، عندي هنا الاشكال مثلا الكبيره وفي النجمه، تبقى لطيفة دي بحبة البركة. الفكرة في الطعم، نشيل بقى من السادة ده شوية، هرش بقى رشة كده من الملح فوق العجين، لو الملح اللي هو الحبيبات اللي هو الملح البحر هيبقى أفضل. وعندي أهو رشة هنا على اللي بالزعتر، بالزعتر انا مش هدهنه، اوكي بس تثبت، هيبقى لطيف جدا. لو عملناه جوه العجينه بيبقى الطف. وعندي شويه اهم بحبه البركه، هدخله الفرن 180 على الشبكه في النص، هياخد 10 ل 12 دقيقه على حسب حراره الفرن. طيب بسم الله، كده. وبعدين علشان خاطر مدام روحيه، بما ان حضرتك كلمتينا وقلت لنا الشوفان، انا عندي يعني عندي دلوقتي، انا كنتش عامله حسابي ان انا اعمل حاجه، بس ممكن نعمل كيكه سريعه كده وندخل فيها برده الشوفان لطيفه. اني احط ده في العجين واغطيه، وممكن نعملها في سريعا كده برده كيكه لطيفه بالشوكولاته. اوكي نلحق ان شاء الله. انا هقفلها، هي مقاديرها سهله جدا، خلينا ننزل المقادير. مقادير بسيطه، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه واحده من الزيت، عليهم نص كوبايه من الشوفان، وعليهم كمان معلقتين من العسل الابيض، كوبايه من السكر، ممكن يبقى نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من العسل، اللي هم 4 معالق عسل يعني. وعندي كمان كاكاو، لو عندي شوكليت شيبس هحط 4 بيضات، معلقه فانيليا سايله او فانيليا باودر. خلينا نقول تاني المقادير، انا عندي 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الشوفان، كوبايه من السكر، 4 بيضات، معلقه صغيره فانيليا سايله، ومعلقتين كبار من العسل، كوبايه من الزيت، بيكنج باودر باكو كامل اللي هو 10 جرام، وبعدين عندي 3 معالق من الكاكاو الخام. والله لو عندي شوكليت شيبس هحطها، تدي طعم حلو قوي مع الشوفان. عندي فواكه مجففه هحطها، مفيش مشكله خالص. طيب انا هاخد كده بوله لطيفه، ممكن ابدا اخلط فيها بس خليط الكيك سريعا، تعمل على الايد يعني، هو مش محتاج. طيب هاخد الاول كده اكسر البيضات، البيض اللطيف ده
بسم الله. أربع بيضات كبار، لو البيض حجمه صغير نحط خمسة. بسم الله. ثلاثة. أربعة. والخمسة. أوكي. وبعدين هحط عليهم الفانيليا. انا افضل طبعا اي نوع كيك بنحط عليه كاكاو او دخله كاكاو تاكدوا ان نسبه الزفاره بتاعته هتبقى اقل شويه، بس لازم نحط فانيليا. فانا هحط معلقه واحده، بحب ريحه الفانيليا الخام دي. الفانيليا الخام وبتتباع عند العطارين بالازازه بالجرام، يعني هما بيجيبوها مثلا ازازه زي دي بقد كذا كده. خلاص تاخد البيض، وهاخد معاه السكر، كوباية السكر، هاتي الوسك. هبدأ أخلط كده البيض مع السكر مع الفانيليا. خلطة جميلة كده لحد بس معايا يدوب كويس. هو أصلا السكر باودر. وبعدين الزيت، كوباية الزيت وأنا بخلط. بسم الله. اهي كده عندي بقى الكاك الدقيق. هاخد أعاير بس كده منه. دي الكوباية اهي. الاول هحط الشوفان، هحط عليه الكاكاو، وعندي هنا البيكنج باودر، بس انا عايزة اعاير الاول الدقيق. دول تقريبا 3 كوبايات. ادي اتنين. هي دي التالتة، خليني احطها. تمام مظبوطين. وادي باكل بيكنج باودر كامل. عندي بس رشة ملح كده. هنقول تاني المقادير. انا حطيت 4 بيضات، خلطت معاهم معلقه من الفانيليا سايله، معاهم كوبايه من السكر، دوبتهم مع بعض. وبعدين بدات اضيف كوبايه كامله من الزيت، الزيت النباتي. وبعد كده اضفت بقى، بقينا بس معلقتين. هقعد اجيب مقادير: 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الشوفان، كوبايه من السكر، 4 بيضات، معلقه فانيليا، و 3 معالق كبار من الكاكاو. حطينا كمان معلقتين كبار عسل هضيفهم دلوقتي. عندي كوبايه زيت و بيكنج باودر وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام. طيب انا هقلب كده. عندي بقى تشوكلت شيبس هحط، بس انا هحط كده على وشها شويه من الشوكولاته اللي هي الفارميسيل، بس عايزه انزل ده عشان اخد سباتولا، عشان ده خلاص الويسك ضعيف. خليني ممكن معلقة خشب، مفيش مشكلة. يلا أنا هقلب كده. بصوا بقى. وبعدين هضيف هنا فين العسل، معلقتين بس من العسل. واحد. اتنين. عايزين تحطوا بقى رشة من القرفة معاها، يا سلام هتبقى روعة. كده أنا دهنت الصينية وبطنتها بالكاكاو، بما اني هعمل الكيك شوكولاته فانا بطنتها بالكاكاو. بعدها انتهى زيت وبطنت بالكاكاو. وبعدين هبدا انزل الخليط فيها. ده
كيكة جميلة ولطيفة وال ال 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 نسبة السكر فيها مش عالية، ولو عايزين تستغنوا كمان تحطوا نص كوباية سكر بس، ممكن ما تحطوش سكر خالص، تحطوا العسل بس نص كوباية، مفيش مشكلة خالص. تمام، هحط بس على الوش لو عندي شوكليت شيبس او لو عندي فارماسيل اللي موجود عندي هحطه. خليني الاول اظبطها. وبعدين من الفارماسيل وتدخل الفرن 180 على الشبكة، تاخد حوالي 20 أو 25 دقيقة على حسب الفرن، وتطلع حط فيها توسبيك أو اللي هي العصاية بتاعة الشيش طاووق. لو لقيتها خلاص الستكس دي طلعت نظيفة يبقى أنا خلاص مش محتاجة أن أنا أسيبها، هطلعها بره الفرن. عايزين الكيك يفضل طري ويحتفظ بالطراوة بتاعته ورطبته، بعد ما تطلع بخمس دقايق غطوها، هتبدا تتكاثف البخار على الغطا اللي فوق فتبدا تطريها. بعد كده قطعوها حطوها في علبه وغطوا العلبه علبه ازاز بايركس وغطوها، تكون بردت، هتفضل طريه معاكوا اكتر من 3 ايام، يعني 3 ايام هي رطبه وجميله جدا. هدخلها الفرن ونبقى كده عملنا حاجه برده بالشوفان عشان خاطر مدام روحيه. هطلع دلوقتي بسكوت كمان، بس خليني الاول انظف هنا. و يا رب النهاردة تكون يعني المقادير أو الحاجات اللي احنا عملناها تكون بسيطة لطيفة. احنا ما زلنا هنكمل مع حضراتكم ان شاء الله ان شاء الله الموتزاريلا والجبنة الريكفورد، بس احنا اللي عايز اقوله ان احنا مش هنقدر نعمل اجبان من الاساس، يعني زي الريكفورد مثلا. الريكفورد ما ينفعش اعملها من مفيش، لازم ادعم بحاجة من الريكفورد اللي انا هشتريها من بره وادخل الجبنة بتاعتي فادخلهم مع بعض فتديني قالب جبنة ريكفورد، لكن هتحايل عليها شوية. زي الرومي مثلا، الرومي ما اقدرش اعملها زي بره تطلع كوبي بيست هي هي، لازم هم يضيفوا لها حاجات تانية بره، يعني غصب عننا لازم تطلع ناشفه وليها الطريقه دي. انا مش هعمل كده، لكن اقدر اعمل بديل للجبنه الرومي. ففي حاجات هنقول عليها بدائل وفي حاجات هنقول عليها زيها بالظبط بس تبقى احسن كتير. انا مع حضراتكم، مش ناسي طلباتكم ابدا ابدا. بفكر حضراتكم تاني ان احنا اول موعد لينا في المواعيد الجديده من 1-2 الظهر، هنبدا من يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. احنا بكره مفيش هوا، لكن احنا معاكم من يوم الخميس من 1-2 ظهرا، والاعاده الساعه 6 صباحا، معاكم طول ايام الاسبوع. يوم الجمعه يوم مجمع يعني على طلبات حضراتكم، اللي عايزين تطلبوا حاجات انتوا حبيتوا شفتوها قبل كده وعايزينها تاني ابعتوا لي على الصفحه وانا هحطها في الاولويات. وطبعا ما تنسوش التطبيقات الجميله اللي انا بحب وبسعد جدا لما بشوفها. تحياتي لكم كل مشاهدينا الكرام في كل مكان من خلال شاشة قناة المحور، وأشوف حضراتكم على ألف خير، وسلام عليكم.